مع بعض المنهج بتاعنا. عندنا يونتين، يونت 1 structure and function in living organisms، التركيب والوظيفة في الكائنات الحية. عندنا شابتر 1، شابتر 2، شابتر 1 support والموفمنت، شابتر 2 الهرمونال، شابتر 3 reproduction، شابتر 4 الاميونيتي، يونت 2 عندنا المولوكيولار بيولوجي. نبتدي مع بعض في يونت 1 structure and function in living organisms، التركيب والوظيفة في living organisms. هناخد أول شابتر support وموفمنت in living organisms، الدعامة والحركة في living organisms، support and movement in living organisms. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، هنلاقي قائمة تشغيل فيها شرح كل الدروس وقائمة تانية فيها شرح كل أسئلة المعاصر. هنا إزاي الإنسان بيتحرك هنشوف مع بعض. support in living organisms، support is a method، طريقة for supporting، بندعم ال living organisms، keep its shape، بحافظ على شكله، and protecting it، بحمي. In the following we will study in detail، هنشرح بالتفصيل ايه هو support implant. هناخد support implant and support in human. طيب implant، implant possesses different methods and system for support to maintain الشيب بتاعها for its protection. عندها طريقتين، يا اما physiological support او structural support. يبقى النبات عنده طريقتين، physiological و structural. هنعرف ايه الفرق بينهم. physiological يعني دعامة فيسيولوجية. بصوا الدعامة الفيسيولوجية بتعتمد امتلاء بالمية وفض المية، اتملت بالمية بقت موجودة فيها physiological support، فضينا منها المية يبقى خلاص فقدت الفيسيولوجيكال support. لكن الاستراكشر معناها تركيبات معينة ثابتة موجودة على طول. طيب هنبتدي، ويبقى الفيسيولوجيكال سبورت نبتديها مع بعض، بتبقى مؤقتة لأن هي بتعتمد على الامتلاء بالمية وإن أنا أفقد الوتر. طيب it is a support that affects the cell itself as a whole، يعني بتأثر على السيل كلها نفسها. طيب احنا فاكرين خدنا في تانية ثانوي الأسموزس. ايه هو الأسموزس؟ الباسج اوف ووتر ثرو السيمي بيرميبل ممبرين او البلازما ممبرين، من هاي كونسنتريتد اوف ووتر او لو سولت تو لو كونسنتريتد اوف ووتر او هاي سولت. دايما الملح او السكر بيشد الميه، يبقى نركز الووتر بيروح للهاي سولت او هاي شوجر مثلا، يبقى الووتر بيروح من اللو سولت للهاي سولت، ولو هو لو سولت اكيد هيبقى هاي ووتر للو ووتر. يبقى الاسموزس باسج through the semi-permeable membrane من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر او لو سولت تو ذا لو كونسنتريشن اوف ووتر او هاي سولت. يبقى دايما الملح او السولت بيشد الميه. افتكر وانت بتبقى واكل حاجه مالحه بتبقى عايز تشرب ميه كتير، هو كده برضو البلان، كل ما يبقى فيه ملح كتير يسحب الميه، الميه تروح ناحيته، لان ما دام في ملح كتير يبقى فيه ميه قليله. يبقى الووتر انتر ذا سيل سافاكيول باي اوسموزس، السايز اوف ذا سيل ساب انكريز، عامل زي البالونه، بريس اون بيضغط على البروتوبلازم بيدفعه اوتورد ذا وول، السيل اكستند، السيل وول اكستند بيتمدد نتيجه الانكريز ان بريشر، في ضغط شغال عليه، السيل سويل تنتفخ وتبقى ستريند وول، كنارها كده متوتر، يبقى سيل ترجيديتي، يبقى فيه زي تماسك كده. اكواير السبورت تاني، يبقى الميه بتدخل السافاكيول باي اوسموز زي ما قلنا، الحجم بتاع السيل ساب انكريز، يضغط على البروتوبلازم، يضغط على الوول، السيل وول اكستند، السيل وول في ضغط، ضغط عليه جامد، هيبقى الوول ده ستريند، هيبقى اكواير سبورت، تكتسب الايه الدعامة. اهو بالظبط اللي هيحصل، دي السيل العاديه ابزوربشن اوف ووتر حجمها بيزيد، تضغط على السيل وول اكواير سبورت. طب لما تفقد الميه losing support، يبقى losing support لما بتفقد الميه، يبقى هي دعامه مؤقته، تكتسب ميه تبقى acquire support، lose water lose support. طب ايه الامثله للacquiring الphysiological support، اكتساب الدعامه دي؟ straightening، استقامه الستيمز، دايما بنلاقي الستيم واقفه كده والليفز of herbaceous plant on irrigation، لما بروي السويل نتيجة ال swelling of their internal tissues ال water passes into their subfocule by osmosis، يبقى دي acquiring.
طب ولما تفقد المية هيحصل لها ايه؟ شرينكش، شرينكش and wilting of leaves، ذبول وارتخاء الورق، and stems of herbaceous plant لما تواجه السويل drought، الجفاف نتيجة ال vanishing ان هي بيعمل ايه؟ زوال الانتفاخ، ال swelling او ال turgidity نتيجة ال loss of food، عشان كده ال physiological support is vanished، بتزول الدعم الفسيولوجي. يبقى هذا اللي هي بتعتمد على الامتلاء بالوض. طب ايه امثله تانية لل acquiring السويلنج او ال enlargement of dried fruits؟ لو جبت الفواكه مجففه وحطيت لها ميه هلاقيها ابتدت ايه؟ تتنفخ كده وتكبر. and some of dried seeds زي البينز والبينز لما انقعها في water for a period of time نتيجه ال absorption of water by osmosis وبالتالي acquire physiological support. طب ايه امثله لل losing physiological support؟ بيقول لك some seeds fresh seeds يحصل لها لما اجي اعمل لها اسيبها لمده for a period of time هلاقيها فقدت lose the water وحصل لها shrinkage and wilting اهو. يبقى معناها lose the physiological support ال shrinkage وال wilting بتاع some fresh seeds زي البينز والبيز on leaving them for a period of time. ال physiological support consider temporary مؤقتا depend on filling of the subvacuole with water. On losing the water ده the support is weakened or vanished. يبقى هي دعامة مؤقتة. يبقى ال physiological support تعرفها it is a temporary support دعامة مؤقتة affects the cell itself as whole through entry of water into it by osmosis till reaching its subvacuole لحد ما يوصل ال subvacuole swell and become with strained wall جدار كده ماسك فيه ايه support so the plant acquire a support. Parenchyma tissue اللي احنا خدناه قبل كده بيتكون من living cells each one of them بيبقى فيها one subvacuole or more. thin bedded wool consists of cellulose substance is impermeable to water. it provides the plant with temporary physiological support. يبقى البارينكيما دي living. طيب هل ال physiological support بتتأثر؟ اه بتتأثر بإيه؟ بشوية عوامل، كل الحاجات دي مهمة بتيجي في الأسئلة. بتتأثر بالأبزوربشن، بتتأثر بالفوتوسينسس، بتتأثر بالترانسبيريشن. ليه بقى؟ كل المعدل بتاع الفوتوسينسس بيزيد الـ process of water and salt absorption from the soil increase. أنا بقى قاعد بعمل فوتوسينسس بحتاج water، فطبعا الـ absorption of soil of water from the soil increase. الـ amount of water lost by transpiration increase. قاعد بمتص وأعمل فوتوسينسس. عشان كده النبات بيعوض ال loss of water by absorbing water from the soil وبالتالي increase the physiological support. طيب الشجر اللي جاية من الفوتوسينثيس بتزود ال concentration of cell sap in the subvacuole بتتخزن جوه ال subvacuole فبتخليها ايه تشد المية leading to transfer of water toward them by osmosis and increase the physiological support of the cell. يبقى الابزوربشن بروسيس كل ما زاد كل ما زاد الفسيولوجيكال سبورت، الفوتوسينثيس كل ما زاد كل ما زاد الفسيولوجيكال سبورت، ترانسبيريشن كل ما زاد كل ما زاد الفسيولوجيكال سبورت. ليه قلنا؟ لان كل ما زاد الفوتوسينثيس الووتر والسولت ابزوربشن انكريز بيزيد وبالتالي كميه الاماونت اوف ووتر اللي بتتفقد بالترانسبيريشن بتزيد شغال على طول على طول على طول. البلانت هيعوض اللوس اوف ووتر ده باي اكوايرنج فسيولوجيكال سبورت. تيست يور سيلف Which of the following graph represent the change in physiological support of the cells of rice plant that is planted in a muddy soil during the first hours of day? تربة طينية هتبقى الإجابة إيه؟ ليه اخترنا إيه؟ تربة طينية يعني فيها مية ورويتها كتير فبالتالي ال physiological support بيزيد. How far this statement is correct? All the living cell, plant cells contain subvacuole. الجملة دي صح. Play an important role in providing will permanent لا مش permanent temporary مؤقتا physiological support. يبقى الأولى صح والتانية غلط تبقى الإجابة C. ندخل بقى على structural support. ايه الـ structural support ده؟
دي سبورت بتأثر على السلول أو بارتس أوف إت، أجزاء منه. سام ريجيد سترونج سبستانس، بعض المواد الصلبة القوية ديبوزيتد بتترسب على البلانت سلول، على الجدار أو سام بارتس أوف ذا بلانت. ليه بقى المواد القوية دي المتماسكة أو الصلبة اللي بتترسب بتعمل إيه؟ increase the ability of the plant external cells to protect the plant internal tissue، بتساعد ان السيلز اللي من بره في نبات تحمي الحاجات اللي جوه. prevent loss of water، بتمنع فقد الميه. provide the cell with hardness and strength، بتعمل support the plant. طب ايه examples عندنا؟ increasing thickness of epidermal cell اهي، وال especially the outer cell of membrane هنا، يبقى زيادة السمك بتاع الإبيديرمال سلول. طيب بلانت ديبوزيشن، بترسب كيوتين هنا امبيرميبل، مادة امبيرميبل ان ذا إبيديرمال سلول اهي، كيوتين لير، يبقى في طبقة كيوتين امبيرميبل. بلانت ديبوزيشن بيرسب ايه؟ سيلولوز اور لاجنين ان ذا سلول اور بارتس اوف ذا، زي الكولينكما فاكرين كان بيبقى فيه سيلولوز هنا سكند باي سيلولوز. سكلرينكما كان سكند باي سيلولوز اند لجنين. سكلرينكما هي امثله ليها الفايبرز والستون سيلز. طب ايه فايده السيلولوز واللجنين والحاجات دي؟ بروفايد ذا سيل ويز هاردنس اند سترينث از ويل از ذا سايت اوف بريزنس، مكانها والسبريدنج اوف ات سبورت ذا بلانت، بيدعم النبات. يبقى دي كولينكما وسكلرينكما. طبعا عارفين ان الكولينكما هي زي البارينكما بس سكند باي سيلوز وليفنج، خليه ليفنج، لكن السكلرينكما نون ليفنج، مهم عشان بتيجي في التشوز. طيب ايه امثله تانية للستراكشر سبورت؟ البلانت سراوند ات سيلف، بيحوط نفسه بلاير اوف ووتر امبيرميبل كورك، اهي طبقه الكورك دي فيها سوبرين از ديبوزيتد. ماده الايه السوبرين؟ الماده دي امبيرميبل. طب هل الاستراكشر سبورت ده بيرمننت؟ ليه دايم؟ لان ديبوزيشن اوف سام سبستانس، مواد مترسبه خلاص موجوده زي السيلولوز واللجنين والسوبرين والكيوتين في السيل وول اور بارتس اوف ات، سبلاي ذيم ويز هاردنس اند سترينث، بروتكت الانترنال بلانت تيشوز، بريفنت اللوس اوف وود. الاستراكشر سبورت ايه هو؟ اتس ا بيرمننت سبورت، دعامه دائمه، ان هو اتش سام سبستانس زي السيلولوز واللجنين والكيوتين والسوبرين ديبوزيتد، بتترسب في السيل وولز or in some parts of it. عشان كده ال outer plants cell are responsible for protecting the internal plant tissue وبتمنع ال loss of water through them. طب هنعمل مقارنة between ال physiological support وال structural support. physiological temporary، structure permanent، دايم. ده depend on entry of water، يعتمد على دخول المية into the subfunctional of the plant cell by osmosis، لكن ده depend on deposition، ترسب لسام rigid substances زي السيلولوز واللجنين والكيوتين والسوبرين في ال plant cell wall or some parts of it. دي temporary. ليه temporary؟ depend on repletion of the cell with water، امتلاءها بالمية. when the water is lost، لما تفقد المية خلاص ال support vanished، اختفى. لكن دي permanent، مواد موجودة خلاص already. deposition of rigid substance in the cell walls or in some parts of them، supply them with hardness and strength، بتحمي ال internal plant tissues وبتمنع ال loss of food. طب ايه example ال acquiring physiological support؟ زي ما شرحناهم ال swelling of dried fruit، الفواكه المجففة لما انقعها في المية، on soaking them in water for a period of time. straightness، استقامة ال leaves وال stems بتاعت ال herbaceous plant when watering the soil. اول ما اسقي التربة هلاقيها حصلها ايه بقى؟ استقامة كده، تبقى مستقيمة. طيب ايه example للوزنج؟ shrinkage and wilt of some fresh seeds، يحصلها shrinkage كده وذبول زي البيز البسلة والبين لما اسيبها لمدة من الوقت تفقد الماء. الويلتنج بتاعت الليفز والستيمز of herbaceous plant اللي بتواجه soil drought، جفاف التربة. طيب ايه example هنا لل structural support؟ deposition of cutin in the epidermal cell، deposition of cellulose في الكولينكيما سيلول، deposition of lignin في ال inner surface of sclerenchyma cells في ال fibers والstone cell، deposition of suprin in the cork cells.
طب في شوية حاجات مهمة بتيجي في التشوز بتساعدنا في الأسئلة. السبورت فاري among the different plant tissues، يعني الفسيولوجيكال تيمبوري مؤقتة in the cell of parenchyma، يبقى الفسيولوجيكال في البارينكيما. الاستراكشرال سبورت في الكورك سيلز والسكليرينكيما اللي هي الفايبرز والستون سيلز. الفسيولوجيكال والاستراكشرال سبورت توجيذر ان ذا ليف ابيديرمال سيل والكولينكيما، يبقى موجود فيها فسيولوجيكال وستراكشرال في الكولينكيما والليف ابيديرمال عشان بيبقى من براها في كيوت، فيها الاثنين مع بعض. تاني يبقى الفسيولوجيكال بس موجوده في البارينكيما، الاستراكشرال بس موجوده في الكورك سيلز والسكليرينكيما اللي هي الفايبرز والستون سيلز. فسيولوجيكال وستراكشرال الاثنين موجودين في الليف ابيديرمال عشان هي خليه عاديه بارينكيما وفيها من فوق كيوتن، او في الكولينكيما سيلز خليه ليفنج عاديه وفي النص فيه سكند باي سيلولوز. طيب الكيوتن بيلعب كومن رول، دور مشترك بين الاستراكشر والفسيولوجيكال. ازاي بقى؟ لان هو ديبوزيتد على الابيديرمال سيل وول عشان كده بيدي استراكشر سبورت، وبيمنع السيلز ان هي تفقد الوتر عشان كده بيدي فسيولوجيك، بيحافظ على الفسيولوجيكال سبورت. يبقى حاجتين الكيوتن موجود فوق على الابيديرمال سيل وول بيدي ستراكشر سبورت، وماده الكيوتن بتمنع فقد الميه بريفنت لوز اوف ووتر، لوز اوف ووتر عشان كده بتحافظ على الفسيولوجيكال سبورت. البريزنس اوف كولينكيما تيشو بيزيد في البلانت ليفز، بلانت اهي بتيوبس، في الاعناق بتاعه الورق. البريزنس اوف سكليرينك ما بيزيد في الاكسترنال كوت، الحاجات الناشفه دايما زي البين سيدز، الهارد كوت بتاع النطس، مكسرات، هازل نطس، الموندز، البندق واللوز، موجود في التيشو بتاع سام فروتس زي البير، الكمثرى. طيب السيرفس بتاع سام فروتس زي الابل والبلام برضه بتتغطى من الكيوتن، بتدي واكسي سبستانسز زي الابل اهي والبلام البرقوق، الحاجات الناشفه دي، القشره اهي والحاجات الناشفه دي، هنا البير، هنا الهازل نوتس والالموندز، الكود بتاع السيدز غطى البذر. طيب الاستوماتال بورز ار ذا لارجست، طيب احنا عارفين ان الفتحات الاستوماتا اللي هي الفتحات اللي بتبقى في الليفز مثلا are the largest when the water is freely available and the guard cell become turgid، وبتقفل لما ال water availability is critically low، يبقى تقفل اهي ال guard cell turn shrunken منكمشة لما مبيبقاش في water، عامله كده اهو ترجت لما بتبقى ايه في ووتر. طيب هناخد تجميع ونحل السؤال ده، هناخد ماده ماده كده نجمعها اللي احنا قلناه، اللي بيدي structural support السيلولوز مكانه فين؟ سيل وول فروم اوتسايد. ايه التيشو اللي بتدعم بيه؟ كولينكيما، ليفنج تيشو، ليفنج سيلز. بيرميابيليتي تو ووتر بيرميبل، اهميتها provide the cell wall with strength and elasticity. اللجنين في السيل وول من الانسايد، في السكليرينكيما، fibers stone cells impermeable provide the cell wall with strength and hardness. كيوتن السيرفس بتاعت الابيديرمال سيل، السطح من فوق، السيلز اللي هي بارينكيما، epidermis of stem and leaves living cells impermeable كيوتن prevent the passage of water from the cells. Supporting cell wall من inside كورك سيلز impermeable prevent the passage of water from the cells. مهم جدا جدا جدا. وتشوف the following tissue is expected to be present in the stem of Elodia aquatic plant. طبعا 1 ليه؟ parenchyma cells عادية والسن والمية بتعدي بسهولة. Which of the following characterized by a physiological and structural together. تو طبعا عشان هي خليه ليفنج عاديه ففيها فيسيولوجيكال، وفيها سيكند باي سيلوز ففيها ستراكشر، يعني فيها فيسيولوجيكال وستراكشر.
و4 عشان هي خلية هنا ليفنج عادية فيها سيرفالكيول وفيها فيسيولوجيكال سبورت، ومن فوق كيوتن بيدي استراكشر، يبقى 2 اند 4. Which of the following tissues provide the leaves of cactus with a structural support؟ مين بيدي structural support؟ الكاكتس 4 من بره، الكاكتس بيبقى فيه كيوتين. Which of the following tissue support is not affected by lack of water in the soil content؟ الدعامة بتاعته مش بتتأثر بنقص الووتر. 3 ملهاش دعوة بالووتر، دي تركيبية لجنين and سيلولوز، يبقى رقم 3.